انتباه من قائدة البط إلى جميع البطاط، إفريقيا أصبحت تحتنا، وصلنا أخيرا، شوهد الهدف، صفوف طويلة جميلة من ذيول النعام تنتظر نتفها ريشة ريشة. كم ريشها جميل يا رجبل وروعة ريشها. انجزت، حول، هنا تبدأ المتعة والمرح والصخب. لا أصدق هذا، استيقظت قبل كيمو. صباح الخير. لقد فعلها ثانية. سأخذ حماما قبل كيمو وأسبقه. ما هي أخبار الجريدة؟ لا تتحدث وأنت تأكل. عجبا، أنا أعتقد أنه ليس من حسن التصرف أن تقرأ جريدة على الأكل. هل قلت شيئا؟ لا شيء، كنت أسعر فقط. لنذهب إلى المكتب الآن. ألا تشعر أنك ترغب في أخذ شيء ما؟ لا. صباح جميل زاكي، لا مشاكل. لكن كيمو، لم يحدث أنواع. صباح الخير يا سادة، نمتم جيدا؟ نمنا نوما هانئا. أنت؟ أنام تحت قوقعة مريح. أيوجد رسائل؟ توقعت أن تسأل. نعم. وصلتنا أثناء الليل من كبير النعام وعبر خط الشكاوى المباشر. إنهن أخشى ذلك، قامت البطاط بأعمال شغب هناك. البطاط المشاكسات السبب في كل المشاكل، السبب. إنهن في إفريقيا. إفريقيا؟ أين تقع؟ إفريقيا قارة كبيرة تكتنفها الأسرار، لكنها بعيدة جدا. يبدو أنه حان دور فيفي. خطوط الطيران المجاني، لا تزعجا نفسيكما، لقد استدعيتها وقد رزمت الحقائب. سيم أيها الحلزون الرائع، ماذا كنا سنفعل بدونك؟ يبدو أن فيفي قد حضرت الآن. فيفي في خدمتكم، في الآلة عطل صغير، لكن لا تقلقا، سأتمكن من إصلاحها في خلال ثوان معدودة، انتظرا دقيقة. كيمو زاكي، كنا منتبهين، حظا جيدا. يوما ما يجب علينا أن نتعلم الطيران بأنفسنا. سنفعل ذلك في وقت فراغنا زاكي. انظر هناك، إنه كبير النعام الذي اتصل عبر خط الشكاوى المباشر. أها، ماذا أرى هناك؟ إنهن البطاط المشاكسات فعلا، إنهن يهاجمن النعام ويسرقن ريشة. ماذا سنفعل هذه المرة؟ يجب أن نفكر في حال. كيمو وزاكي هما الأفضل، هيا إلى العمل زاكي. ستبدو هذه الرشات أجمل وهي علينا، سنبدو جميلات ومتألقات في حفل البطاط الأنيقات. هل أبدو أنيقة؟ هل أبدو جميلة؟ الأحمر هو اللون الذي يليق بك ويناسبك. لا تقلق، سنعمل أنا وشريكي على إعادة ريشاتك لك، ستستعيد هيبتك وجمال ريشك. كيمو، هل أنت واثق من نجاح الخطة؟ تا
طبعا ذكي. كيمو لا يفشل. كيمو بعنف بقوة. ازقر 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 هكذا. زكي زكي أين ذهب؟ هيا إلى العمل زكي. تنجح حاول ثانية حاول. زاكي لدينا خطة أخرى. زي ثعبان مفترس. هيا زاكي اذهب وأصدر فحيحا مرعبا. لا تنظرنا يا طول البطاط، إنه زاكي يحاول مرة أخرى. بعض الطيور لا تتعلم وتجعل من نفسها أضحوكة. انزع عنك هذا التنكر. ما هذا؟ كيمو لقد هربت البطاط. ثعابين، أكره الثعابين. كيمو كيمو تعال بسرعة. نجحت، أنا نجحت. طبعا نجحت، كيمو لا يخطئ. يبدو كبير النعام مبتهجا جدا. زكي هل تحب الرقص؟ هيا بنا نرقص. هيا ها ها. أحسنتما يا صديقي، أنجزتما المهمة بنجاح. صورة أخرى تضاف للمجموعة، أعرف أين سأعلقها. نحن الأفضل، نستطيع النجاح دائماً.